انطلق الحراك لخلفية هدر الحقوق بصورة واسعة وعملية مبرمجة وعملية ومبرمجة في مقدمتها الحق السياسي. وكانت انطلاقته إيذانا بسيل من الضربات الموجعة والانتهاكات المتعددة الواسعة والتعامل القاسي والعقوبات الجماعية على يد الحكومة لأبناء الشعب. ولكن كل ذلك زاد في قوة الحراك وأمده بالعزيمة ولم يوقف ولم يخفف منه، وذلك لشيء واحد في الأكثر، وهو التقدير العام عند الشعب بأن مصيبته في التوقف والتراجع عن المطالب أشد وأصعب وأشقى وأقسى من كل ما يتلقاه من ضربات يصبر عليها وينتظر من الله الفرج. وتجدون أن الثورة الشعبية السلمية ليست ثورة مظلومين في معيشتهم فحسب، ولا رجال دون نساء، ولا شباب دون شيب، وإنما الأمر أمر حراك عام شاركت فيه مختلف الشرائح والفئات من منطلق المعاناة المشتركة التي ولدت قناعة مشتركة بالتحرك. وقد بدأ الحراك قويا وهادرا، وزاد توسعا وتفجرا مع تصاعد وتيرة الأحداث، وتدفقت للمشاركة فيه أفواج جديدة متواصلة. ويدلك التنوع والتعدد في الشرائح والفئات والتوجهات المشاركة في الحراك وفعالياته بنسبة عالية على سعة الظلم وامتداده وتنوعه وتغطيته لمختلف الفئات والشرائح ولمساحات مختلفة من حياة الوطن والمواطنين. والشعب ليس محتارا في الوقت ولا قاصرا عن ملئه بما يعبئه بالمادة الصالحة والنشاط المنتج الفعال الذي يحتاجه في دينه ودنياه، ويسابق به الشعوب المستقيمة المتقدمة، ويعلي به من شأن الأمة والوطن. ليس قاصرا عن ذلك ولا عاجزا في ظل سياسة رشيدة حتى يتشبث بالمظاهرات والمسيرات وألوان الاحتجاج ليملأ فراغا من الزمن أو فراغا تعاني منه نفسه ويضيق به. شعبنا ليس كذلك، وإنما للشعب مطالبه العادلة الضرورية المحقة التي لا رجعة له عنها ولا يمكن إهمال لشيء منها، ولا يجد لحياته أمنا ولا استقرارا ولا معنى ولا طعما بدونها، وهي التي تفرض عليه أن يستمر في حراكه مضحيا صابرا مكابدا مخلصا وفيا حتى تحقيق النصر وبلوغ الإصلاح والتغيير. إن الذي وحد مئات الألوف من شعب قليل العدد ولأكثر من مرة في حشد هائل هو ذلك الظلم المشترك الذي أصاب الجميع من السياسة القائمة، على أن المألومين من هذه السياسة والناقمين عليها لظلمها لا يقتصرون على هذه الأعداد الغفيرة الحاشدة فحسب، فهناك الكثير من الموجوعين من سياطها، وإنما لا يشاركون في المطالبة الصارخة بالإصلاح لأسبابهم الخاصة بهم والتي يرون حسب تشخيصهم أنها كافية لاتخاذهم موقف التحفظ، ولكن هذا لا يدوم، فإن كثيرا ممن لم يلتحق بالحراك في أوائله وجد بعد ذلك أن عليه أن يجهر بصوته المعارض كما جهر الآخرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، النصر الإسلام، النصر الإسلام، النصر الإسلام.
إن استمرار الظلم واستشراءه وتوسعه بتغطية مساحات جديدة وفئات جديدة من شأنه أن يزيد في حجم المعارضة ويضيف إلى أعدادها. وعندما لا يترك الظلم أحداً إلا يناله، لا يترك أحداً إلا ويقف ضده ويوحد الجهود لدفعه والتخلص منه، فكلما عم الظلم وطغت موجته عمت الهبة في وجهه لدفعه ورفعه. وفي نهاية هذا الحديث نقول: هناك تصريح لوزير شؤون حقوق الإنسان ملفت للنظر. يقول التصريح أن البحرين تنتظر الوضع المناسب لتحديد الموعد لزيارة المقرر الخاص بالتعذيب. فهل ينتظر الموعد المناسب في نظر المقرر، أو ينتظر الموعد المناسب بنظر الحكومة البحرين؟ الواضح الثاني وأن المنتظر هو الموعد المناسب بنظر حكومة البحرين. الواضح الثاني، وليس لهذا من معنى إلا أن ترتفع الحاجة في نظر الحكومة إلى التعذيب ويتسع الوقت لمحو آثاره.